مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصدر تقريراً صادماً عن تجاوزات بحق الفلسطينيين المعتقلين بالسجون الإسرائيلية. التقرير يكشف عن حالات اعتداء جنسي وأعدام تعسفي، وأيضاً نشر صور لمعتقلين ومعتقلات في ظروف مهينة عبر الإنترنت. دعا تقرير الأمم المتحدة لتحقيق عاجل، لتحقيق مستقل في هذه الادعاءات، فيما يكشف أيضاً حقائق شبيهة بفضائح سجن أبو غريب في العراق عام 2004. دعونا نتحدث عن هذه الصور اللي تابعناها جميعاً مع ضيفنا من لندن، مدير المركز العربي للعدالة أستاذ محمد الشيخ. الأستاذ محمد، أهلاً بك دائماً معنا في غرفة الأخبار. يعني تقارير الأمم المتحدة عن سياسة التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين وتعريتهم بحسب ما شفنا في هذه الصور تعيد للأذهان مأساة سجن أبو غريب بالعراق. إلى أي مدى تتشابه هذه الأحداث؟ ابتداء تحياتي سيدتي شانتيل ولكل المتابعين. حقيقة دعينا نضع قاعدة عند الحديث في هذا الموضوع. نحن نتحدث عن سلطة احتلال. سلطة الاحتلال ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 بحماية السكان المدنيين، كما أن هنالك اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالتعامل مع الأسرى في منطقة النزاع المسلح. وبالتالي فإن إسرائيل كسلطة احتلال ملزمة قانونا بموجب هذه الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني بمراعاة الحقوق الأساسية للمعتقلين في سجونها. ولكننا للأسف نجد أن هنالك انتهاكات خطيرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين. هنالك بدعة في إسرائيل تسمى الاعتقال الإداري أو الحجز الإداري، الذي يصدر بحق أشخاص يتم اعتقالهم من الأراضي المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هؤلاء كما ذكرت هم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية، ولكن سلطات الاحتلال تصدر قرار إداري بالاعتقال لعدة سنوات. ليس هنالك أمل فيما يتعلق بإطلاق سراحهم إلا من خلال المفاوضات أو من خلال التبادل بين الطرفين. وليس فقط الاعتقال أستاذ محمد، يعني من تابع هذه الصور، إحنا ليش شبهنا بما تسرب من سجن أبو غريب؟ لأنه الصور تتشابه، التعذيب يتشابه، طريقة لربما المعاملة تتشابه. وهنا أتساءل معك، كيف يمكن وصف هذه المشاهد التي سربت، هذه المشاهد اللي يتم نشرها لمن وقع في أيدي الإسرائيليين؟ ما الذي يفهم منها؟ يؤلمني حقيقة إنني شخصيا عشت مأساة سجن أبو غريب في العراق عام 2004، وأعيش حاليا هذه المأساة التي يتعرض لها الأخوة المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. سيدتي، هذين سواء إسرائيل أو القوات الأمريكية تنبع من مصدر واحد، من عقلية واحدة في التعامل. جميعنا عشنا ما جرى في أبو غريب من انتهاكات خطيرة بحق الإنسانية، وليست فقط في مجال حقوق الإنسان. كان هنالك اعتداءات بشعة. أنا أستذكر أول محاكمة تمت للجنود الذين ارتكبوا جريمة أبو غريب. أتذكر ليندي إنجلاند، كانت هذه الجندية السادية التي تعاملت بسادية وحشية مع المعتقلين العراقيين الذين أخضعتهم إلى عمليات الاعتداء بكل أشكالها، حتى أنها كانت تطلب من بعض المعتقلين بالقيام بأمور خارج الإنسانية. الآن ما يحدث في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو ذات الأمور التي حدثت في سجن أبو غريب. لكن أستاذ محمد، في سؤال سأتابع معك هذه النقطة، لكن اليوم من الذي يعاقب؟ يعني أنا أتذكر قبل أشهر من الآن عندما قرأت في الغارديان بعد مرور أكثر من 20 سنة على هذه الفظائع اللي حضرتك تقول لي إنك عشت جزء كبير منها، ارتكبها جنود أمريكيون بحق معتقلين في سجن أبو غريب، لم يتم العقاب وحتى لم يتم التعويض أستاذ محمد على الضحايا.
هل هذا هو المصير اللي ينتظر اليوم الأبرياء أيضا؟ التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك سببان لعدم مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية عن الاعتداءات التي قامت بها كجريمة العدوان أساسا واحتلال العراق، ومن ثم الانتهاكات التي ارتكبتها. الولايات المتحدة الأمريكية للأسف رفضت وما زالت ترفض الانضمام إلى نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي شكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي كانت تمنح الجندي الأمريكي ما أسميه أنا الحصانة الملكية، بأن الجندي الأمريكي هو مصون غير مسؤول عن أفعاله التي يرتكبها بحق الدولة المحتلة أراضيها أو الشعب المحتل أراضيه. السبب الثاني أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات العراقية في ظل حكومة نوري المالكي، هنالك اتفاقيات منحت الحصانة للجنود الأمريكان يعني ألزمت رجال القانون بعدم إمكانية التحرك اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. كان لدينا محاولات أمام القضاء الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفق القانون الأمريكي. سيدتي القضاء الأمريكي كان ليس فقط متعاطفا وإنما منحازا إلى انتهاكات الجندي الأمريكي باعتباره أنه يقوم بعمله فيما يسمى بالعمليات العسكرية، وبالتالي فهو مصون غير مسؤول كما ذكرت. فيما يتعلق بإسرائيل، دولة فلسطين الآن هي عضو في نظام روما الأساسي، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة عن التحقيق في ابتداء الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات أو الجرائم التي ارتكبت أو التي ثبتت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأن مجلس حقوق الإنسان حقيقة يعتمد على أسانيد وأدلة قانونية معتبرة، يعتمد على تقارير الأمنستي انترناشنال منظمة العفو الدولية، يعتمد على تقارير. أستاذ محمد، ألا تعتقد أنه هذه الصور اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانها أن تعتبر أدلة دامغة تورط إسرائيل، أم أنه كمان بهذا الموضوع سنشبه بعد سنوات بين الحادثتين أو بين الصور من الجانبين؟ لا أريد أن أنظر إلى النصف الفارغ في القدح، ولكن كرجل قانون حقيقة نحاول ويجب أن نستمر في المحاولات لغرض إعادة الحقوق لكل من انتهكت حقوقه على يد هذه القوات السادية. أنا أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية الآن ملزمة بالتحقيق في الادعاءات التي وردت في تقرير مجلس حقوق الإنسان وبالأدلة التي وردت في هذا التقرير، لأنها كما ذكرت أدلة قانونية معتبرة تصح أن تكون سندا للمساءلة الجنائية بحق مرتكبيها. ودعيني أوضح نقطة مهمة قانونية في هذا المجال. محكمة العدل الدولية التي جميعنا تابعنا جلسات القضية جنوب أفريقيا التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية، ومن ثم القضية المتعلقة بالرأي الاستشاري خلال هذه الأيام والتي تقوم سكاي نيوز حقيقة بتغطيتها بتغطية جيدة في هذا الأمر. محكمة العدل الدولية هي محكمة دول، يعني لا تساءل أشخاص. أي قرار يصدر الآن أو بعد حين من قبل محكمة العدل الدولية هو قرار يتعلق بمساءلة الدولة كإسرائيل على سبيل المثال أو أمريكا أو غيرها وهكذا. أما المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب نظام روما لعام 98، هذه المحكمة من صلاحياتها أن تساءل الأشخاص. الأشخاص إذا ما ابتعدت عن التأثيرات السياسية التي تتم من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن كما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست عضوا في هذه المحكمة. يعني تعطيني تمنيات وإجابات في هذه المداخلة الليلة. أستاذ محمد الشيخ، مدير المركز العربي للعدالة، شكرا على المداخلة القيمة من لندن.